هسه طلاب عندنا آخر سؤالين أو آخر سؤال وواجبات بيتية، فراح ناخذ هذا السؤال هم نفس الشيء نفس ذاك يشبه ذني، فنصعد للمقام نغير إشارته همينة من صفر الواحد، بس كان عندي من يختلف عن هذه الأمثلة. تمام، فهنا مشتقة وفر لي مشتقة داخل القوس اللي هو ايش قد 2x، فأضرب باثنين وأقسم عليه 2. تمام، بعد ما ضربت باثنين وقسمت على 2 راح شو أسوي؟ أحذف التكامل ويا المشتقة. تمام، وهذا شو أسوي؟ أكامل أجي راح أضيف 1، فمن ضفت راح يصير سالب 1 على سالب 1، والفترة عندي من 1 إلى 0. تمام، فأجي أنزل للمقام، وهذا سالب 1 في 2 راح يصير سالب 2، وهذا راح ينزل المقام اللي هو اكس تربيع زائد 1 حتى يصير موجب، وعندي الفترة من 0 إلى 1. هسه نجي نعوض بالأدنى وبالأعلى، نفس الشيء الأعلى ناقص الأدنى، تمام، فالأعلى اشقد 1. طلاب هنا يصير سالب 4، تمام، وهنا 2، انا خطأت بيها هسه راح يطلع الخطأ، اريدكم تعالجوني. انا بعدين هم عالجته مسحته وحطيت الناتج، بس اعذرون على هذا الخطأ. فهنا شنو 2 1 زائد 1 راح يصير 2، في سالب 2 يصير 4، 1 على 4. تمام، وهنا 0 زائد 1 1 في 2 2. تمام، شوف هسه انا هذا الخطأ اللي كتبته استعجلت بيه انه بعدين راح امسحه وعيد حساباتي من جديد، فراح يطلع عندي 1 على سالب 4 فهذا راح امسحه كله، 1 على سالب 4 ناقصا 1 على 2. تمام، ناقصين 1 على سالب 2، فهاي سالب 2 راح شو تصير؟ فصارت غيرت الإشارة صارت موجب. تمام، هسه أجي أخذ 4 تقسيم 4 فيها 1 زائد 4 2 نا، فراح يطلع عندي الناتج 1 على 4. تمام، هذا هو الناتج. طلاب هسه عندي راح اعطيكم واجبات بيتيه، اتمنى تكتبوا لي اياهم بالتعليقات او تحلوهم تردوا لي اياهم على الخاص على صفحتي بالانستغرام او الفيس، حاط لكم اياهم بالوصف او على الواتساب، رقمي بالوصف اللي يحب يضيفني او يراسلني. فهذن الاسئله نكتبهن واجبات بيتية. طلاب هذا ايش راح نسوي له؟ خلنا نعطيكم فكرة عليه. هذا فرق بين مربعين، تمام، او تاخذ مربع كامل، يعني 9 لها جذر تربيع اللي هو 3، والاكس 2 اكس تربيع، بحيث اذا ضربت 3 في 4 يطلع الحد الوسط طلاب، تمام، وترفع على المقام والنوبة بعدين تكامله وتدعي لي قبل الغداء وبعد الغداء. وهنا عندك 1 وسالب 1، هنا هذا السؤال للشابة بس هنا من 0 إلى 1 وهنا من سالب 1 إلى 1، يعني بس الفترات مختلفة. شكرا لكم، من لكم الموفقية والنجاح.